وصلنا إلى آخر فقرات صباح العربية في حلقة اليوم. تحل الفنانة السورية لينا شماميان ضيفة على مدينة دبي لإحياء حفل غنائي في 3 سبتمبر المقبل. لينا المعروفة بأغنيتها التي تستند على التراث الشرقي حققت في السنوات الماضية نجاحا ملفتا وساهمت بإعادة إحياء العديد من الأغاني القديمة، معتمدة على الجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية لتشكل حالة قل مثيلها في الأغنية العربية. تنضم إلينا هنا في الاستديو لينا شماميان. صباح الخير، الحمد لله على السلامة. صباح و شو راح نسمع؟ لا أوكي طيب خل لا لأنه أنا يعني ما راح أكون محاور محايد لأنه أنا معجب بصوتك أولا، لكن حابين نستغلك اليوم أبشع استغلال بطريقة رائعة وجميلة بأنه نستمتع بحضورك معنا. خليني أسأل اليوم أنه لمن أو من تخاطب لينا من الشرائح في المجتمع؟ لمن تغني؟ صباح الخير. صباح، ما هذا السؤال اللي حيصحصحك. شوف، ما بحس حالي بتعاطى مع شريحة معينة أو بغني لشريحة معينة، بحس أني بغني أكثر للحدا اللي حابب يحس، للإنسان اللي عنده مشاعر معينة بتتطابق مع كلمات أو إحساس الأغنية بهي اللحظة. بس انت شخصيه فنيه، يعني يمكن في تنوع، يمكن بتحبي الاختلاف بشكل ما من خلال الاطلاع على اعمالك. خليني افهم منك، يعني غنيتي الجاز مع الكلاسيكي، غنيتي مع الاوبرالي مع الطربي، التوليفه دي بتعمليها زي وبتلاقي نفسك فين في اي واحد فيهم؟ اذا بدك هو الجواب بالسؤال نفسه، بلاقي حالي بالتنوع، بلاقي حالي بالتجديد، الاختلاف. يعني هلا انا دراستي الاساسيه اوبرا، يعني دارسه غناء كلاسيكي وموسيقى كلاسيكيه. بحب الجاز وبحب كثير الموسيقى الشرقيه، يعني بطبيعه الحال محاطه دائما بالموسيقى الشرقيه، فالموسيقى المودرن كمان تعلمتها، فهذا الخليط هو اللي طلعه دائما بشغلي، بس كل مره شكل وحسب باي بلد قاعده وين مقيمه بيختلف كمان شو الموسيقى اللي عم بعطيها. كيف تتعاملين مع هذه الفنون؟ لأنه يقولوا أحياناً بأنه الفنون هو جنون، إن لم تخترق وتكسر التابو أنت ما عملت شيء، لكن هي عملية المزج. كيف؟ تعرف حس حالي محظوظة أنه عندي مهنة بتسمح لي كسر كل التابويات وأفهم وجرب أشياء جديدة، والغلط بهي المهنة مسموح، يعني فيك تجرب شيء ما يزبط، بتاخذ هجوم شوي ماشي الحال، بعدين بترجع للمطرح. مستعده للهجوم؟ ما عندك مشكله؟ عم بتحسن بالموضوع حقيقه. ما في حدا، ما في انسان طبيعي رح يكون دائما جاهز انه يتهاجم الا اذا هو بيحب بحسسه هذا الشيء باهميته، بس صعب انه الانسان يتهاجم ويقبل هذا. صح صحناك والله بعد. لا تمام بلاش نحكي بسرعه خلص، لكن بدنا نسمع فيه. انا بدي اسمع. حابب تسمع؟ خلص نسمع. يلا لينا. طيب استغلك قبل، لأنه هيك قبل لا نروح الحفلة ونحضرها. بالي معك، بالي 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 يا ابو الجبين، علي 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 علي، وحياة سواد عينيك يا حبيبي، خيرك ما يحلالي، هي والله غيرك ما يحلالي. الله.
طيب خليني، انت قلتي من خلال كلامك انه الموسيقى شكلها بيختلف لما بتكوني في مكان معين او قاعده مستقره في دوله معينه. قلتي انت مستقره الان في القاهره، كيف اختلفت شكل الموسيقى بما انه انت شايفه مصر عبور ل يعني بوابه العبور للملايين؟ هي القاهره هي مدينه تتميز بالفرح، مدينة عايشة كتير وحرة كتير وحركة كتير والشعب المصري عايش، فهذا الشيء ما في ما ينعكس على الموسيقى بالنسبة إلي. يعني عملت أغاني جديدة هلأ إن شاء الله رح سجلهم ونزلهم لهجة مصرية، لهجة مصرية، فهو فيها يعني بحس إنه ما كانوا رح يطلعوا نفس الشيء. أنا مقيمة بين باريس والقاهرة حالياً، ما مستحيل تطلع نفس الروح لو أنا موجودة بباريس. فهو شيء جزء كتير كبير من كمان بحس من حظي بمهنتي إنه كتر السفر بيخليني أتعلم أشياء من مدن جديدة، أتعلم أشياء من ناس مقيمين بمدن تانية. فبالنسبة إلي مصر أو القاهرة هي الفرح والزحمة والسرعة سرعة سرعة. شنو المشاريع القادمة أو خليني الخلاطات القادمة بأغانيك الجديدة كيف راح تكون؟ راح يكون في شوفينا أسرار يا رح يكون في كولابوريشنز أو تعاون مع كذا فنان بكذا نمط موسيقي. رح يكون في إن شاء الله تعاون مع فرق مصرية، فهذا رح يكون شيء جديد. رح يكون في تعاون بموسيقى إلكترونيك شوي، رح يكون أنا اشتغلت شوي على القصة بباريس بس رح يكون أول مرة بشكل عربي عم ينطرح بالعالم العربي. وفي الحقيقة أغاني رح توجه فيهم شوي على البوب، بس رح أعمل البوب اللي بيشبهني ونمط الأغاني التبعي بيختلف عن البوب ولا أنه روح يعني إذا بدك المرافقة الموسيقية أو الكوردات رح يحكي شوي موسيقى رح تكون أبسط من الجاز اللي أنا بالعادة بشتغله. بس النصوص والألحان بتشبه الشيء اللي أنا بعمله بالعادة. طيب دي الأعمال الموسيقية، ماذا عن التمثيل؟ في مفاجآت سمعين فيها؟ إن شاء الله. يعني مبدئياً صورت بفيلم. أيوة اعتراف. صورت بفيلم وراح يكون بالسوق أو بدور العرض تقريباً بأبريل نيسان 2022. حلو. ويفترض يكون في اللي مشاركة كمان بمسلسل دخلت قوة يعني يعني عربي مشترك. يعني هو أنا دارسة تمثيل وغناء مع بعض ودائما كنت احس الغناء هو الاولويه ودائما الغناء بطل مساعد بالفيلم. بدك الصبح بكير. طيب خليني يعني وسام قال لي في طلب خاص اسمر اللون وبعدين اسال سؤالي. كرهتني على فكره؟ لا لا زين امي عايزين ينسون. الأسمر اللون الأسمر عادي تعبان يا قلب خيوه هواك رماني يا سبع أرباع خيوم عين أرسماني. الله يسلم. القدود الحلبية الشاميات حينما تطرح بقالب جديد قد يثير غضب البعض وقد يتقبلها الآخر ويستكشفها آخرون. شلون تخلقين هذه المعادلة والتركيب؟ برجع لك، أول ما بلشت كنت خاف من الغضب وحاول دايما داري أنه كل العالم تكون رضياني. اليوم صرت حب هذا الغضب، صرت حس أنه هو شيء منيح. طبعا في ناس لازم يحافظوا على شكل الموسيقى التقليدية بشكل التقليدي، في فرق تخت شرقي مثلا لازم يضلوا يؤدوا القدود والأغاني التراثية الشرقية بشكل التراثي التقليدي ليتم بأمانة نقلة لجيل جديد. بس في جيل جديد اليوم ما بقى يسمع موسيقى شرقية. الطريقة الوحيدة اللي يسمعها هو أنه نحن نخلق هذا المزيج من الموسيقى الغربية والشرقية بما فيها التراث والقدود اللي هي أغاني لينة قابلة أنه نحن نطبق عليها أنماط موسيقية تانية. هو تحدي، بعرف أنه ممكن يزعج البعض بس بعرف أنه هو هذا الانزعاج بيعني أنه أنا عم بقدر أوصل لشريحة تانية يمكن ما رح أعرف أوصل لهم، هن نفسهم ما رح يعرفوا يوصلوا لهم. فهذا تحدي بالنسبة إلي،
والغضب مسموح والرفض مسموح وعدم المحبة مسموحة، عم بتسامح معه والله ديمقراطي يا جماعة. ليش تقولون لا ديمقراطي؟ يعني إعادة إحياء التراث بشكل مختلف وبلمسة مختلفة من لينا. عايزة أتكلم عن الأغنية الفرنسية اللي أنت قدمتيها العربية في فيلم فرنسي صحيح؟ كيف كانت هذه التجربة؟ كيف لمستيها؟ كيف تم التعاون معك؟ كنت كثير مبسوطة اكتب. فكرة غريبة. هو الموسيقي أمين بوحافة المؤلف الموسيقي حكاني لما كنت بباريس، قال لي في أغنية لفيلم فرنسي بدنا اياها بإحساس معين بس أنت فيك تجيبيها. فالفيلم بيحكي كان عن المهاجرين من مناطق مختلفة من العالم لفرنسا، لمنطقة لساكنين بمبنى كبير اسمه غاغارين والقصص اللي بتصير معهم. فكان لازم إحساس الهجرة، إحساس معين عن ترك الوطن، عن الحنين، عن الارتباط بالأشياء الصغيرة اللي بتحسسنا بالانتماء لها. فقال لي إنه بدنا كلمات والغنى، فإذا فيك تكتب الكلمات تمام. بالنسبة لي كان تحدي جديد أنه أنا أقرأ سكريبت وأحضر فيلم وأكتب كلمات عن السكريبت من واحد، وحبيت كتير لأنه عادة ما عندنا كتير نساء بيشاركوا بصناعة موسيقى الأفلام أو أغاني الأفلام. صحيح. فحبيت الدعوة أكيد من أمين وحبيت المشاركة لأن هو شيء مختلف عن أني غني أغنية خاصة فيني أنا هون. عم أدي شيء تاني مختلف تماما. يعني إحنا باقي لنا دقيقتين وشوي، رح أعرف برنامجك في الحفل القادم اللي هو في 3 سبتمبر. ورح نسمع شيء نختم معك ختامها مسك. البرنامج بالحفلة رح يكون منوع بين الأغاني القديمة، أغاني جديدة، وفي أغاني أول مرة رح غنيها على المسرح. هي الأغاني رح تاخذنا برحلة على البلاد بوقت نحن محرومين فيه من السفر البعيد. خذينا معك وخذينا على جناحات سحرية وطيرينا وياكي. يلا. طيب حغني مقطع من هنعيش ونشوف. يلا هنعيش ونشوف. هنعيش ونشوف معنا وظروف، والفرحة هترجع من تاني والدنيا هتبقى مصلحاني، حالنا بيتغير في ثواني وفي غمضة عين، في سباق مشي وفي ورق وحنين، الشدة تملت قوينا وتبين من قلبه علينا، على حس الأمل اللي ملينا عايشين راضين، دياما حكايات أولها ناس بتنسى وآخرها حب لقيناه، عوضنا عاللي عشناه وياما حكايات خلت حياتنا أحلى، والصعب يا معدى وتعبنا كله نسينا. على فكرة تقول أنا مو نايمة ما شاء الله ما في غشاش. يلا يعطيك العافية. شكراً جزيلاً. شكراً إن شاء الله. يعطيك ألف عافية. لينا شماميان في 3 سبتمبر حفلها في دبي. يعطيك العافية.